النسب بعض السادة المشاهدين قالوا برشا تعديوا في مشاكل إشكاليات نسب. هو والله راهو الموضوع سهل برشا، راهو كل امرأة تعرف ولدها شكون وتعرف رجلها شكون، وكل راجل يعرف معناتها هذا ولدي ولا مش ولدي. هي المسألة إثبات باهي، معناتها واحد يعرف هذا ولده وإلا ماهوش ولده. لكن يبدو لي أنه الإشكاليات هذه تحتاج إلى تدقيق علمي، أن واحد وقت اللي يدخل في عركة مع مرته ولا مع كذا يجبد الدوسي هذا، أيا والله ما نعمل لك تحليل جيني نشوف ولدي ولا ما نشوفش. على كل الظاهرة مستفحلة في مجتمعنا وموجودة، وما تواجدها في برنامج عندي ما نقول لك ببعض الكثافة بصراحة، لأنه إشكالية نسب ولات برشا في البرنامج، هذا يعكس حقيقة موجودة في بلادنا وعلى المختصين أنهم يبحثوا فيها. احنا فقط نقدم الظاهرة في برنامج عندي ما نقول لك، والمختصين يشتغلوا على الشغل هذايا في مباحث أخرى وفي أشياء أخرى. على كل في هذا السياق نستقبله مع بعضنا رمزي. هاي رمزي، أهلا برمزي. أهلا بيك. مرحبا بيك. تفضل رمزي. تفضل سيدي. مرحبا بيك رمزي في برنامج عندي ما نقول. قداش عمرك سيدي؟ 27 سنة. منين جيتنا؟ حي التضامن. من حي التضامن، من تونس معناتها. سيدي مرحبا بك في برنامج عندي ما نقول لك، حتى نتعرف على حكايتك أكثر. تشاهد معايا مباشرة هذا التقرير. تفضل. كيما ندخلوا بالمعروف نخرجوا بالمعروف، هذا اللي حاول أغلبية الناس يحقوه وقت اللي الأمور ما تمشيش بالباهي، خاصة بعد العرس. رمزي جليل اللي عندي ما نقول لك باش يحكي على مشاكله مع طليقته اللي من المفروض كانوا يفاوا حكايتهم مع الطلاق، وحب يستدعاها الليلة بعد ما عذبته بين المحاكم على خطر النفقة اللي مضطر إنه يعطيها لها كأي أب بعد الطلاق. المشكل هوني إنه سي رمزي يشك اللي البنية اللي ينفق عليها ما هيش بنته. والليلة سي رمزي جاي طالب من مدام هدى في برنامج عندي منقولك إنه يقنعها تقوم بالإجراءات اللازمة باش يثبتوا من نسب الطفلة اللي ما بيناتهم، وهكيكا يتنحى الشك. ايوه سي رمزي مرحبا بك سيدي. بيك ايوه، كيفاش الحكايه بدات؟ شنو حكايتك؟ قلت لك هذه جابتها لي اختي. شكون هذه؟ المراه هذه. انا مراه اللي خذيتها. مرتك. شفت لو كان قلت لي مرتي اللي جابتها لي اختي، حتى اسمها ما عادش حاب نسميها. مرتك اللي جابتها لك اخت، خذيت مراه جابتها لك اختك. جابتها لي هي، فهمتني؟ وفي الليل مش وحدها في النهار. على اخي والله في الليل. اخي واحد ما يتعرفش على مراه في الليل. عندي مشكله هي. انا مشكله. فهمت. انت تحب تعرف على مرا في النهار؟ ليه مش مشكلتي انا، يعني حدث فيك باللي ثم ما نجيش. وانا والله باللي ثم زيد، فهمت؟ اي عرست به عن حب مقتنع به. لا لا لا، مش عن حب. مش عن حب؟ لا. فاش عرفتها في الليل بعد ثلاث ايام عرست شويه، فهمتني؟ ما انت ما حبيتهاش؟ لا لا. ما علاش خذيتها؟ قالت لي نتاع الدار وتساعدك وعاقله وحده هذيك هي. علاش؟ شنو مراه نتاع دار؟ ما انت مراه يعني عاقله وزوله. مراه نتاع دار عاقله، واللي تخدم معناتها مش عاقله ومزوله. هذا الحديث اللي دار حصير. اي هاي سيدي، فهمتني ولا ليه؟ بعد ما عرست بعد ثلاث ايام مشيت نخدم. مشيت تخدم؟ اي نروح المراه ما نلقاهاش. وين تمشي؟ تمشي لديار مشبوهه فيها. ديار؟ ديار تاع انا ديار؟ ديار مشي به حصير. شو ديار مش باهي؟ ديار نتاع دعارة. هاي نتاع دعارة؟ هاي. باش عرفت؟ شنو بعيني نتفرج فيها؟ كيفاش باش عرفت؟ وين تتفرج فيها؟ تتفرج فيها كيفاش تمشي ليه؟ شنو بشوية بشوية يا رمزي، تتفرج فيها بعينيك كيفاش تمشي لديار الدعارة؟ كأي رجل شنو موقفك؟ شفت زوجتك تمشي لدار دعارة؟ عملت اللي ما يتعملش، صوتها. أعطيتها طريحة؟ أعطيتها طريحة. تحاورت معها ولا؟ هذا حكينا من بعد ما عطيتها طريحة، حكينا. بعد ما كلت يعني اي اي سامحني وما عادش نمشي هيا مشت الحكاية كيك. قعدنا يمين. اي لا لا، تمشي الوكر الدعارة تخدم، فهمني يا ودي شنو انت الحكاية هذي؟ العلم تقول لي في حكاية، تقول لي ضربتها وعملت لها اي، تمشي لدار وكر دار الدعارة هذي اش تعمل؟ يا تخدم يا ما فهمتش. ودار الدعارة واش يخدموا فيها؟ لا ماكش فاهمني انت. انت لتوا ماكش فاهمني. فيه ديار دعارة موجودة ومرخص فيها وبمقابل. مرتك تمشي لديار الدعارة هذا تشتغل ولا شنو الحكاية؟ فهمني يعني خويا راك تحكي في حكاية بالمختصر. ما يقبلش العقل سي عليه، مختصر الحديث فهمتني. أنا اللي شفته عليها
يس. معناتها انت تحب تقول لي، تحب تقول لي هذا الملخص انك ريت مرتك بام عينيك تدخل دار دعاره وتخدم وانت اي كي بعد ما ضربتها وحكيت معاها ودرا شنو اش قالت لك؟ قالت لي ما عادش نعاود صنعتي. يعني قالت لك ما عادش نعاود صنعتي، صدقتها؟ ما صدقتيش. ما عملت لها شيء؟ اي قلت لك المره الاولى صوتها. اي قولوا اي ومن بعد؟ ومن بعد كون كثرت علي زاد شكات بيا على همال عيال نفقه فهمتني. عندك منها صغيرات؟ المشكله هذيا عندي طفل. هذا زين هذا تو نجيب. مشكلة الطفل. استناني استناني، رفعت بيه قضيه؟ نفقه اي؟ اي في النفقه. بعد 8 ايام من العرس حاس فيك مشيت مشينا للمحكمه. اي قالت له اني سامحت سيدي الرئيس روحنا من غد. سامحتك؟ اي فهمت. وانا الكل ما ذمش راهو من هي وحدها. سامحني كي وقفت قدام القاضي ما جبتلوش راي مرتي هكا وهكا وهكا. يا ولدي انت انا قربت نندب وجهي قدامه قال لي ما يهمنيش فيك موضوع الطفل، انا ما يهمنيش فيها هي. اي يهم موضوع الطفل 4 سنين نجري عليه. اللي هو شنو؟ اللي هو نجري على التحاليل. تحاليل شنو؟ ثبات نسب. عليه انت شاكك؟ شنو شاكك؟ شنو شاكتي هي من فمها؟ قالت لي الطفله ماهيش بنتك وانت تصرف عليه وكان عجبك. لهنا واش تحب توصل؟ انا بيدي هزيتها للطبيب. اي جت بريود صوت. قالت لي طيحت لي صغير وما عرفت شنو. مش نجينيش كيبي. قلت لها تعرف كيفاش؟ نهزك للطبيب انا. كان لقاه بيه حاجه نمشي للمركز نقول لهم راني ضربت. هزيتها للطبيب قال لي ماهيش حبل. زاد قال لها تعرف كيفاش؟ رجعي لي بعد 15 يوم. كان ثم حاجه راهي تظهر. رجع بعد 15 يوم قال لي راهي ماهيش حبل. من بعد جيني طفل. من بعد جات الطفل؟ اي ومن بعد ايامات جابت لي جايبه لي الطفل تقول لي هي بنتك. شنو بعد ايامات؟ يا اخي حطيتها في كرش ايامات؟ بعد أيام بعد يعني اشهر مش اشهر ايامات اي فهمتني؟ اي جابت لي الطفل للمحكمة قالت لي هي بنتك. اي شيء يدوخ لهني. بعد قداش من شهر منفصلين انتم وقتها مطلقين ولا؟ مطلقين اي من نهار تلازيت للطبيب سي طلقتها قال لي ماهيش حبله. طلقتها مشيت على روحي. اي فهمت. لا استناني استناني استناني، بعد 9 شهور تقابلته؟ بعد 9 جابت لك صغير؟ جابت لي الصغير. قالت لك ها ولدك ولا بنتك؟ بنتي. اي ايش عملت؟ مش عندي ما نعمل، قلت لها ماهيش بنتي. وانا كي كلمتني وقالت لي راني حبله من بعد ما مشيت لدارهم وسي، قلت لها ما استعرفش بي، مستعرف بي كان وقت نعمل تحاليل. اللي هذه بنتي ولا خطيت؟ هذا كون استعرف انا. كيفاش؟ من بعد زيد الطبيب يبعثني انا يقول لي برا امشي اعمل تحاليل للروح. شوف روحك تظنر وما تظنرش. اي لهنا دخلت زدت دخلت بعضي اكثر. انت عملت تحاليل ايش طلعت؟ طلعت قال لي صعيب ياسر. مو صعيب. ايه ولا لا؟ لا هذا يحسب انا جبته انا كبار ديجا. اي اللي عندك انت معناتها صعيب. صعيب. صعيب انك تجيب صغار. اي صعيب. باهي الفريق الاعدادي يقول لي انه في عمليه الكاستينج قلت اللي مرتك رافضه اصلا معناتها التحاليل. انا اي انا تحاليل رفضتها بطبيعه حاجه معروفه رفضتها. الطفله تحمل لقب شكون؟ تحمل لقب نتاعي انا. وانت طبيب قال لك صعيب باش تجيب صغار. اي وي قال لي ليه ليه هي الطبيب اللي عدى علي اللي بعثني انا باش نعمل تحاليل زاد عدى عليها هي. قال لي هي ماهيش حبل وقال لي برمشي اعمل تحاليل الساعه شوف روحك انت كيفاش تجي. بعد ما هزيتها للطبيب رجعت لك بصغير بعد قداش مده؟ تو نحدوها تي واضحه الحكايه. اخر مره طلقتها طلقتها بعد ما هزيتها للطبيب وقالت لك مانيش حامل هكا ولا؟ الطبيب قال لي بعد قداش ايه بعد قداش رجعت لك وجابت لك صغير؟ قداش ليك قعدت ما ريتهاش؟ يعني المده نسيتها بالضبط ما عادش. لا لا مش نسيتها لا لازم تتذكر عاد لا سامحني. المده بالضبط بالضبط شنو نفهموا بالضبط؟ المده بالضبط بالضبط نسيتها. قداش من شهر قعدتوا ما تقابلتوش؟ عام عامين شهرين؟ قل شهرين؟ قربت نحن نتقابلوا حصيلوا بعد حكايه الطفله 9 شهور 8 شهور. يعني بعد 9 شهور جابت لك صغير. قداش عمره البيبي؟ تو حصيله 3 سنين ظهر. لا لا وقت اللي جابت لك الصغير هذا وقت لك هذا صغير طول قداش؟ حكايه 3 شهور ولا كيك. معناتها امكانيه انه تكون البنيه بنتك ينجم يكون هذا وارد. هذا ما يفسر مال علاش انت مصر باش تعمل تحليل لدي؟ خاطر كيفاش مصر نحب نعرف كي هي كيفاش نقعد انا مخي 4 سنين وانا مخي داخل بعضي وليت حدا نمشي في قياس قريب نهبل.
انت المراه هذه عشرتها معشره الازواج هاي هكا ولا دونك نجم تكون بنتك نجم تكون مكثرتها لا تي ما انت تحب تعمل تحليل باش تتاكد انا هذه بنتك ولا هذاك باهي انت شكون مستدعي لي استدعيتها هي استاذ اسمها سامحني هودي هودا مادام هوداش باش تقول لها لو كان نحب نعمل التحاليل بحضوركم انتم خاطر هي ما صدقهاش الزيني ما صدقتها بحضوركم انتم التحليل ديجا خلصته في السبيطار عملت انا التحاليل نتاعي هي ما جاتش اموري واضحه خالص في السبيطار بحضوركم انتم تهز البنيه تمشي تعمل تحاليل باش تعرف؟ باش نعرف بنتي ولا خاتي وبحضوركم انتم اذا كان باش بحضوركم انتم بغير لا انت عاودت حياتك ولا ما زلت؟ لا لا وهي عاودت حياتها ولا؟ العلم لله العلم لله على كل ان شاء الله الليله نتمكنوا انه نجيبوا لك طريقتك ان شاء الله وتكون موجوده وحاضره بحذانا الليله في برنامج عندي ما نقول لك رمزي جانا الى برنامج عندي ما نقول لك جاء على مشكله لكن يبدو لي فما مشكلتين طليقته قال انها كانت تتردد على محلات ماهيش باهيه وبعد 9 أشهر من اللي طلقها جابت له صغير رمزي انكر انه صغير هذا ينجم يكون منه خاصه وانه مشى لطبيب باش يشوف قال له صعيب شويه انك تجيب صغير مع انه فما امكانيه لكن يحب يثبت يستدعى طليقته باش يقول لها البنيه هذه بنتي بالحق والا لا ويحب يخضعها ايضا الى التحليل الجيني حتى يتمكن من انه يعرف هي بنته والا لا مباشره نمشيو الى اميمه اميمه مساء الخير مرحبا بك شكون بحذاك اميمه بحذايا مدام هدى مرحبا بك مدام بيك عايشك في شكون تشك استدعاك اليوم راجلي علاش قلت راجلك انا عندي كان هو يستدعني ممكن ايوه ممكن لي تفضل معايا نشوف شكون استدعاك مدام هدى هدى تفضل مرحبا بك مدام في برنامج عندي ما نقول لك تفضل مدام مرحبا بك في برنامج عندي ما نقول لك ايوه عندك شكون عندك شك في حد او في واحده لا في واحد في واحد ها عندك شكوك قويه باهي شوف معايا شكك في محله والا لا تفضل شكون السيد هذا مدام؟ كان راجلي أه؟ كان راجلي طليقك زعما علاش جايبك الليلة في برنامج ما تعرفش على كل أنا هو باش أحكي لك الحكاية كيما حكى لي كيما حكاها لي هو بالضبط وأنت قول لي شنو الصحيح وشنو الغلط سي رمزي تعرف عليك في 3 أيام في ليلة من الليالي تعرف عليك بعد 3 أيام عرست أنت وياه عديتوا مديدة مع بعضكم إذا به يكتشف بعد انك انت تمشي لديار مشبوهين لديار ما هو مشبهين قلت له شنو ديار مشبهين ومشبوهين قال لي فقت بزوجتي تمشي لديار نتاع دعاره قلت له فقت بها ومتاكد من هذا قال لي ايه متاكد قال اعطيتها طريحه ضربتها وعملت فيها اللي ما يتعملش وبعد رفعت بها قضيه في النفقه ولا شنو به بعد المدة هذيك يدور لي طلقته واتفقتوا على الطلاق ولا شنو بعد 8 أشهر رجعت له بصغير وقلت له البنية هذية ولا البيبي هذية راه ولدك صحيح احكي لي الحكاية هي لو فهمني نورني قل لي شنو وصل بيه سامحني سي علي انا جيت معي اختي أي. حبها تدخل لا استنى انت هذا راجلك ساعة ولا اي راجل هو اللي طالبك ساعة هو بالي. طالبك انت اي في بالي نبداو ساعة بك انت ومن بعد موضوع اخر تو نشوفوا كيفاش انا فهمني هدى شنو اللي قالوا صحيح كيفاش عرفتوا السيده ذايا قداش قعدتوا مع بعضكم مع رسين وعلاش طلقتوا وشنو اللي صار وكل شيء مش صحيح فهمني احكي لي مسيف كيفاش عرفتوا ساعه السيده انا تعرفت على اخته انت تعرفت على اخته قال هو قال هيك هو تعرفت على اخته وخدمنا مع بعضنا ايه
مولينا اصحاب من بعد هيك عرفتني على دارهم هيك امه قالت لي شناخذك ولدي عجبتيني ودرا شنو وانت مراه معناتها قابلت العائله اي قابلت مع العائله ايوه هيك من بعد مده صغيره عرسنا انا في ثلاثة ايام ولا هم اربع ايام ما طولتش مشيت شكيت بيه خاطر ضربني استناني عاد استناني عرسته في ثلاثة ايام في ثلاثة ايام عن حب بربي هو قال لي مش عن الحب انا خليتها مش عن الحب مش عن الحب كيف الزوز ياخذوا بعضهم مش عن الحب ما فهمتش في ثلاثة ايام والله يا اكيد قلت ماك هو واحد يعرس ويستقر باهي اي ما واحد ياخذ وقته يتعرف ويشوف ما هو اللي غربية يثبت اللي غربية يا اما واحد يتزوج عن حب فيسع معناتها ساعات وسا بو اريفي والا ياخذ وقته ويعرس وقت اللي يلزم سي علي انت كي تشوف امه أي. وهو في نفسه كي تشوفهم تقول ملايكة يمشوا على الارض لا ايش دخل امه تو هو اي ما هي سبب المشكلة الكل وعارف ثلاثة ايام قلت لك نيت طريحة علاش امه قتل أو مقتلوا ضربها ضرب أي أي قوم أضرب مرتك مرتك قتلوا ما عجبتنيش هي وصلت كذبت على راجلي قتلوا مرتك ماهيش قاعدة تمكيج لك اللي كنتي قاعدة تمكيج الرجال حي تضامن قام هو ضربني قال لي صار أنت ماهيش وقفت في التمكيج يستنى هو جايك سي حالي الحديث قام هو قال لي صار أنت مش كترجلي لي لي أنا صار أنت ترجلي للرجال تاع حي تضامن وكني تريحة ثم حكايات اخرين ما نجمش نقولهم كان هو لا نقول مسالش لكن هو يقولهم عنده جرأة يقولهم هو قال هذه قلت لا يقول لك لا يعجبك فيما يقولوا هما اي صحيح ولا غلط اللي قال غلط كله غلط هو في نفسه غلطه مش حديث بركه غلط كيفاش هو غلط سي علي اذيني اسمع كلام امه اللي تقول امه اعملوا اعملوا فهمت انا خدمتهم بحقيقه عنده خوه معاق هو شك في مع خوه معاق انا نخدم في معاق انا نخدم في خوه معاق امه ماهيش ليه بيه هو خوه ماهوش ليه بيه ملوحينه انا قايمه بيه انا نغزر ربي ماهيش نغزر ليك انت تمني بيه هو عبد صل الخوه ما عادش هذا وحكيت اللي قال انا شاك في مرتي اللي في دار ودرا شنو هي سببها شنو هي قالت لي اخته هاي مش معايا بقضية الدار راني شنو نخدم من عندها فلوس انا ما خاطر احنا خدمنا في الديار مع بعضنا شنو خدمتوا في الديار شنو خدمتوا نخدموا شنو المنزليه شنو المنزليه معناتها استنى يبدو لي فما التباس صغير معناتها انت خدمت في الديار مش اللي خدمت في الديار معناتها ترددت على الديار لكن هو قال انت خدمت في ديار مشبوهه ايش معناتها ديار مشبوهه مش تخدم في ديار معينه منزليه لا قال انت خدمت في ديار نتاع دعاره لا 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 سامحني سي علي لا هو اللي قال راه مش انا اي ايش نقول لك هو علاش انا النهار اللي عرفت وهو انا سي وقفت الخدمه هو قال لي زاد وقف الخدمه من بعد مده قبل ما نعرس بسك نهاري قالت لي اختي وراني عندي فلوس نسلها من المراه يمشي معايا كي مشيت على نيتي كون هي تعرفها قديمه وواحد وكل شيء يا اخي شفت شيء صمت شفت يعني هي اللي هي قاعده شنو هي تعمل باهي خلينا نسمعوه علاش جاي الليله وشنو هي الحكايه هذه بالضبط يا سي رمزي هذه طليقتك انت راك اتهمت مرتك بتهمه خطيره برشا لا اختي تجبدي فيها وحدها عملت ونسيتي روحك انت وياها ها مش تحكي تجبدي يومي انا هذا الكلام ما يعرفش يتكلم ها هذا الكلام ما يعرفش يتكلم هو هاي تعرفي انت تتكلمي يا رمزي شنو هي الاتهام الخطير اللي قلت اتهام خطير لا هي لسه فيك عليه هنا انا جبت فيك باش تبغى تجبديني في الماضي وش اسمك لا انت اللي جبت تعال اسمع اسمك اللون شوي يا رمزي تسمع فيا ولا نسمع فيك سي علي راني بجنبك انا نسمع فيك سي علي يا به انت جيت لهنا واتهمت مع طليقتك قلت مرتي تخدم في ديار مشبوه اتهمت هكا ولا اي ونبقى متهمه حياتي الكل ولا انا هي قالت لك هذا مش صحيح لا صحيح احكي معاه لا صحيح وبلا غير لا نبقى نحكي يا سي علي ونجبد الماضي ونجبد الماضي انا جبتها على حاجه واحده لا انت اتهمت ونبقى شاذي صحيح سي علي المراه هاي قدامك تاكد ولا انسي يا سي علي هي قالت لا يا سي علي مش هي وحدها راهي مع اختي تتكلم عليها راهي مو الزوز ها
الزوز. شنو؟ اي اختك ومرتك. اي الزوز. يا ودي اش تحكي يا راجل؟ اي نحكي فصحيح. والله اجا نقول لك ذا تربيتوا به انتوما وماشي في دمكم. اي والشيء اللي تعرفوه تعرفوه انتوما، انا ما نعرفوش. صحيح. انا كي جيت نعرفه ونتبع فيه الحكايه هذه راني قاعده معاك. صحيح. انا سي علي. اش هي حكايه انت واخته هذه؟ ايه سي علي اسمعني اجا نقول لك حاجه، اللي يحكي فيه كله غلط وماهوش صحيح. ايه هو ما جالك ببالك خايف منك. انا مش عرفت اللي هو وذيني تبع فيه امه واخته. هاي. اخته بعد العرس بثلاث ايام قالت لي انت تهبط الميدان، قلت لها انا ميدان هبط فيه. ميدان؟ انا ميدان. ميدان الشيء اللي عملوا فيه. انا شيء وانا ميدان. يخدموا. تخدموا فيش؟ لا لا بشويه بشويه، في لحظه يتكلم حد. تخدموا شنو في الدعاره هذه؟ اه. شغل يشتغلوا. انا ما خدمتش فيها، هي قالت لي بعد ثلاث ايام من عرسنا راه. هاي. قالت لي انت توا صاي وليتي كيف 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 هاي اه شنو وليتي كيف كيف؟ يعني انا ما عادش وليت بنيه، وليت ما دع. قالت لي انت توا صاي. تقول انت معناتها اي قالت لي توا صاي انت اهبط الميدان، قلت لها انا ميدان. اي قلت لها ميدان شنو هو؟ قالت لي اهبط اخدم، قلت لها شنو الخدمه؟ خير راجلي ما قاليش برا اهبط اخدم وانت تقولي لي اخدم، انا نمشي بنيتي. يا اخي بعدك حماتي شدتني قالت لي راهو هكا وهكا وهكا. يا رمز. نعم. هاي طلعت اختك قالت لها بتخدم. هذا حديث يا سي علي. اخته وهما الشيء مازال يخدم. لا قلت انت توا. سي علي. انت بدك قلت هي واختي. الزوز قلت لك. الزوز. اه. اما حاجه واحده سي علي. اي. امي تخليها على جنب ما تجبديش. ايه راس العصابه ذيك. راس العصابه تنجيني لويس كروم. هذيك تحب تطفي طفي. ولا تعرفيها وش دارت عليك وش درقت عليك وش دليتك. شرقت علي وش شرقت علي في القهوه الكحله. بلي اسكت خير. نسكت خير. فضحت روحك بالفارغ راه. ولا فضحت روحك بالفارغ. هاي. اه. كرهت النهار اللي عرفتك فيه انت وامير. كي نشوف انا. اختك راهي اختك ما هيش اختي. ما نعرفش حتى واحد انا في حياتي نعرف امي وروح. باهي. ما نعرف حد وخويا تكلم عليه المعاقل تو النجم ريتي تو نجيبه ويقول صحيح ولا انا نكذب. تتكلمي وتحلي في فمك. ماني قلت لك ماشي مش شيء ماشي في دمكم انتوما. هاي. كل شيء عندكم. باهي. شوف يا هدى اخي انت تعرف على جابك الليلة ولا لا؟ ما عرفش جابك في موضوع البناية، حاب يعرف البناية بنت ولا مدام عاد الجماعة كل في الميدان. ماذا بيه يعرف؟ سي علي ماذا بيه يعرف؟ تو انا كنش نقول له بنت ولا مش بنت وش صدقني هو تيو يكذب ويزيد من عنده شويه. اسمعني سي علي احنا هو هدا. عمل مارتين سامحني سي علي هو عمل مارتين راهو جلسه وما يحضرش فيهم يحضر المحامي اخر نهار يعرف فيه تو هو يحب يعرف اي انا كنت نقول له هو صدقني البنايه هذه بنت ولا مش بنت؟ سامحني سي علي باش نعطيك الدليل باش نعطيك الدليل البنايه هذه بنت ولا بنت؟ بنت علاش رافضه انه يعمل تعمل تحليل اداء؟ شكون رافض؟ هو حسب كلامه قال انت لا لا اقسم بالله واقسم بالله وعندي الاوراق راه يا رمز نعم اقسم بالله هو نعم اخر لحظه ما فماش وجهه لحظه قلت له المراه رافضه انها تعمل سي علي تقول لك هو ما حضرش يحضر محاميه انا عامل محامي علاش اني ماشي اول حاجه ثاني حاجه وقت اللي حكم لي اخر مره مشيت خلصت في السبيطار وعملت تحاليل للروحي وهي ما جاتش وبعث لها المحامي ثلاثه يا خويا هي قابله باش تعمل تحليل قابله هو السبيطار مخلص سي علي في بالك بيه نحب نعمل تحاليل اخوي سي علي هو يحب يعمل تحاليل باهي سامحني لحظه سي علي هو يخدم في مخه ماشي في باله تحليل بلاش ماشي في باله تحليل بلاش اسمع سامحني سامحني سي علي اعطيني ما يثبت اعطيني ما يثبت انت مش مشكله ماشي في باله سي علي سامحني سناني عاد بشوي سامحني نحضر في جلسات وهو ما ثماش نهار يعاينوا الواحد رمزي ما ثماش شو يعملوا لي انا وبنتي نجوا نقعدوا هو هو انا عملت تحاليل اخي تعمل وحدك تحاليل عملت وانا وانت شوفي بعث لك السبيطار بجنب دارهم بعث لك السبيطار مش تحليل دم راه ولا دم يمشي يعمل تحليل دم هو وين عملتوا تحليل الدم في السبيطار سي علي في السبيطار لا سي علي فماش منها سماش منها كيفاش انا كل يوم في القاعه وحاضر استنى عملت ادخلوه لا 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 دقيقه تو نعرف عملت تحليل ولا عملت باذن قضائي باذن من كل اذن من كل جمهوري جابوا لي المحامي انت هاي ومشيت خلصته في السبيطار ايه وخذيت اذن مرتك وبنه ولطريقتك وبنتك قالوا لي جماعه في السبيطار مديره السبيطار قالت لي احنا مش نبعثوا لها جواب تو نجيبوها صحيح لا يلزم باذن قضائي زاد صحيح صحيح لا 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 انت مشيت عملت تحليل ادين وحدك وحدك عملت اي
بدل من كل جمهورية. هو هي هاي قالت لك انت راضي تعمل تحليل ادين يا مدام؟ اي ماذا بيا ما شنو هي المشكل؟ هاي قالت لك باهي نعمل تحليل ادين باهي هكا نخلص انا سي علي اي تنجم تهزوه البنيه وتهزوها هي تعملوا لي تحاليل يرحم والديك. لا مش احنا نهزوه يزم بأمر قضائي نهزوها عندي لا الأمر القضائي الأمر القضائي فيه أمر قضائي يا أخي أنت رئيس محكمة تحكم وحدك ما نقول عندي حتى يوافقولك يعني. أنت نهار يشدوك الناس يشدوني وقت أنا ذبحك أنت أي ذبحي أنا يدخلوني الحبس أي يوم يذبحوا أي تعرفي تطلع لي يعني. تعرفتي عليه هذا كل علاش يعمل فيه؟ ايش نقول لك؟ هذا كل على منحة سكن، ديه وشوي نحب نعمله اسقطه على منحة سكن. تعرف فيها كيما بنتي تعرف نسيلو نسيلو 5 ملايين، ولدت البارح هز التليفون تو انت كحاشك شو الصلح وحاشك بنتك وحاشك برشا مش يسبني، قال لي حاشك انا سبيتك؟ قلت له انا حاشك انا سبيتك؟ في اللي بيك وفي اللي عليك ونعمل لك وفي نعمل لك ونعمل لك ونعمل لك انا سبيتك؟ لا امي سبتني. تعرفي شكون بحذايا الوقت هذاك؟ محامي راهو بحذايا يسمع فيك. محامي هاي بي فهمت؟ هو محامي انت رئيس محكمة. انا رئيس محكمة بيه. المحامي نتاعك نعرفها ماك جماعة القهوة اصحابك. ما دخلكش بهم عاد انت. بيه. تو شنو مطلوب انت؟ مطلوب تهزي الطفل وتمشي تعملي تحليل. انا نهزها شوف لا تو نهز. حتى منطق ما عندوش منطق سي علي. انا نهز الطفله انا نهزها خدم مخك شويه خدم رمز سي علي انت جبت طليقتك راهو باش تقول اللي هي قابله وهي قالت لك انا قابله بي. انا نهار السعيد اني اعمل تحليل علاش؟ خاطر تعبني سي علي كي تعمل تحليل وتطلع بنته انت شنو هي شنو هو؟ برشا حاجات نعمل المره اللي هو شو باش تعمل؟ خاطر مس شرفي وشرف بنتي بي هذه علاش انا قلت لكم انه الحكايه راهو فيها بنيه صغيره اي والبنيه هذه قداش عمرها سامحني 4 سنين وشهر عمرها 4 سنين وشهر باش تكبر في ظل اتهامات مهينه لها هي واللي كنت يا مدام واللي هو والكلام اللي قلتوه الزوز مع بعضكم ما يشرفش البنيه هذه ولا مستقبلها هو قالوا مش انا قلت انا نعرف بنته اما هو ما يعرفش أو قالك ما نعرفش هو ما يعرفش أراو إطلاق معنا ومين مكتوب فيه على روحه صحيح مكتوب فيه نكونوا مطلقين بكل تحضر ونكونوا معناتها ناس طيبين وناس صالحين لهذا يجبد الآخر ولهذا يهين الآخر لكن اللي صار اليوم اللي صار اليوم بالحق ينجم يقلق البنية برشا وقت اللي تكبر قلق البنية قلقها ديجا ديجا قلقها به مدام تجي تقف بحذايا يا سي رمزي نعم. تقف خويا مدام حتى نبدا واضحين هو جايبك لهنا باش يسالك تقبل باش تحلل للبنيه وانت باش يثبت اللي هي بنته والا لا كانك باش تقبل راهو سي اوبليغاتوار مؤكد وضروري انه يتفتح هذا السجل علاش؟ علاش؟ هذا شرط البرنامج وكاين احنا نعكسوا الشر وكاين احنا نعكسوا وكانك رفضت انك باش تحلل لا التحليل نعملوه انا انت انا ماذا بيا اليوم قبل الغدوه تحل الستار وتقابلوا انا الستار كنت تحل راه على بنته راه باقيين ما خمم في اللي تحب تخمم ايوه مدام سؤالي ليك رمزي استدعاك الليله في برنامج عندي ما نقول لك يحبك تمشي تحلل انت والبنيه حتى يتاكد من انها بنته يفتح هذا الستار على هذا المبدا نعم ام لا نعم يفتح الستار يدنا بطل وين عفريت انتي ديك شبيهية قدمت وانتي ما قدمتش ايه صنعته ذيك شبيهية قدمت وسلمت عليك وانت ما قدمتش ها جاوبني جاوبني عاد يا رمزي شبيهية قدمت سلمت عليك وانت ما قدمتش قل يا ودي تكلمني ولا ما تكلمنيش ولي ولي اي حبيت نفهم برا اي خاطر جرحتني ياسر سي علي جرحتك كنت شوف جرحك جرحتني ياسر وانا ما ودي تعرف تعرف بالكدا بالكدا اللي انا ما عملت لها شيء لا حاشاك تعرف انا ذري فما حب بيناتكم لا 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 حب لحتى شيء فما شيء تعرف روحها من نهار اللي عرفتها عملت لها شيء هي اللي عملت من اول نهار لاخر نهار
تعرف وظايف بالقدا غير ما تو بيناتكم بنيه تو المشكل هذيك هذيك مش مصارف بها نهار نعمل التحليل نستعرف به لا وقتها وقتها شوف روحك انت وين وقتها ما تبديش تهدي فيا يا ما نهديكش القضاء ياخذ مجرى يا بدي خليه القضاء ياخذ مجرى ما تبديش كل يوم انت في التليفون و... انا ماذا بيا اليوم قبل غدوه التحليل تهديد يوميا اختك وين مدام اختها موجوده سامحوني اخت المدام موجوده عاد تتفضل تجيب حدانا اسمها ايمان اختي مرحبا بها ايمان اذا كان موجوده دونك انت قلت لازم تدخل معايا خاطر حتى قبليك قلت لي ماذا بيا تدخل معايا حتى نشوف علاش وشنو هي الحكايه مرحبا بك ايمان ايمان مرحبا بك تفضلي يلا مرحبا بك ايمان 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 اختك علاش اصريت انها تدخل معك ما حاجه تعرفها معايا شنو هي الحاجات اللي تعرفهم واللي تنجم تزيد تقول انت سهله تقول لك نسالها شنو انا ما نعرفش شنو اللي الحاجات اللي تعرفهم معايا اللي يقولوا هو ماشي بنتي واللي يقولوا تخدم مع اختي في دار دعاره كلام هذا صحيح هي سي علي سامحني في كلمه الدار اللي يحكي يقول انا نخدم في دار دعاره هي دارهم دار دعاره يحكي عاد هو قال داركم دار دعاره انت مش لا ماهوش قال دارنا قال هي اختي يخدموا في دار دعاره تبارك الله واللي هو دارهم دار دعاره الحاجة اللي ما يحبش يقوله هو يعمل ك تسمع سي علي في الحديث اي لانك تتهم في الناس اي تسمع انت تتهم اختك بالكل واتهمت مرتك طليقتك انها تشتغل في ديار مشبوه انا ما جبتهاش هذا اللي قلته انت هي هذاك اللي صاير سي علي هذاك اللي صاير هاي جاوبتك تتهمنا هاي جاوبتك اتهام بالباطل وانت تتهم بالباطل انت تتهمها بالباطل لا اختي مين احكي معينه انا علاش جنسيست بيان كوني باش نجي الليله اسمعني عايش اختي علاش انا جالسه حاضره اللي حاضره على كل شيء سامحني حاضره كل شيء ساكنه معاك انت ساكنه معاك انت سكنت معاك هي باش تحكي انت انت سامحني هي سكنت معاك اونتو بارونتيز دي ميم با كات موا والعرس الكل راه سامحني عايش اختي كات موا الحكايه الكل غطيتوها طفله صغيره خدمت هي واختك في دار صحيح هذا مانيش مانيش ناكلين وخدمت نهار ما فيهاش عار خدمت هي واختك في دار مشيت نهار مع اختك ريتها انت كهو كتفودركم كوانا لنينا نانا كهو شوف لا لا في شهر قام العرس قلنا اوكي حبت عليك اوكي سامحني انا اللي نحكي تو اوكي حبت عليك اوكي معناها ما فما حتى مشكل ما قلبها اللي اختار لكن اونفا هي شنو ما ربحت منك شيء هي عادات اهلها عادات عائلتها الكل من اجس كازيد اي با انت باش وديتها اونفا باش وديتها عطينا باش وديتها ودينا بالمحاكم سامحني وديتنا بالمحاكم انت بيان سور تشكي بيك بيان سور سامحني سي علي انسانه تهبط من حي التضامن ابي باش تفطر وتتعشى في دار امها بالله يبان هنا علاش معرسه براجل اكوا سيغي معرسه كيفاش معرسه بيك هاي خي معرسه براجل ولا معرسه بيجون هاي اي قاعده للشر مي بيان سور قاعده للشر قاعده للشر مي بيان سور انا اللي حاضره انا اللي عايشه المأساة سامحني شكون اللي ربي لك بنتك شكون اللي عاش المأساة من اصلها هي بنتي سي موا من فضلك عاوديها وقت نعمل تحاليل وقت ذاك قولي لي بنتك اي فازي اعملوا تحليل باهي قلت لي انت قدمت دو فوا لوكيل الجمهوريه وما عملتوش تحليل يسامحني انا ما تجيش انت حاجه مشكلتي اش بك ترعش عليا انت علي ما تجيش من نهار العرس وانت ترعش عليا انسان يقدم انسان يقدم يحب يمشي يحب يعمل تحليل هذه ما هيش بنتي اوكي اوني بوغ وكيل الجمهوريه قال لها نحب نفهم ايش بك ديما انت تحت وهو اللي مقدم شكاية ما يحرش مشكله التحليل سي تحلت ما انا انساني مسك في عرضك وفي شرفك نورمال اسمعني عادي عندكم اوكي عندكم انتوما عادي مي بالنسبه لعائلتنا ماهوش عادي كي تتهم انت في شرفها شوف خذينا تعهد من عند هدى انها باش قد تعمل تحليل لدين وتزل بنايه تعمل تحليل لدين تعمل بوغ ما عندنا حتى مشكله انا ضد عادة. حاجه الليله ضد حاجه عملتوها ويعتبر ارتكبتوا خطا كبير الزوز الخطا الكبير اللي ارتكبته هو انت الساعه يا رمزي ومن بعد انت ارتكبت الخطا انك اتهمت مرتك انها اشتغلت في دور دعارة وما عندك حتى دليل بارك الله عبيت تتفرج وعبيت تتفرج واخوتها ولازم يكون شك وان الظن وان بعض الظن اثم تبارك الله والبنية ما تنجمش تقول ما هيش بنتي حتى تعمل تحليل لدين انت هاجمت من الاول في انك عملت هجوم باتهامات وما عندك حتى دليل هذا هي في الاثناء مانيش ندافع عليها راهو في الاثناء هي ردت قالت لك مادام انت قلت هكا حتى انا نقول زاد ما يصيرش فهمت هذا الخطا اللي صار في الحوار بيناتكم على كل ان شاء الله الايامات الجايه تنطبعوا على الحكايه ها تنعم لكم تليفون ونثبتوا ونسقوا حكايه تحليل الاديان كيفاش تحيه كبيره لكم شكرا لكم الى اللقاء الى اللقاء
والله شو نقول معناتها اش فم اش فما اش فما اش فما اش في الستار خطر عليه قال لك الستار قال لك ان ما تحليش الستار عبارة عندي مش كويب تحليل وهو ما تحليش الستار عليه الواتس يا هاي صبا بنتي يا مام سامحني ويني البناية البناية خبي أمان البناية هاي البناية تاو تجي مش عمو تحكم فيه تقولوا مريح شمس كان جا راجل هاي صبا صبا شي تحملوا فرانك شي بليو بالله متاعهم حيت هذا سي بون هاي كوبي هاي هاي أكثر الحديث عبر الشبكات الاجتماعية على برنامج عندي ما نقول لك أنا انتبه برشا خاصة تعليقات الناس ونهتم جدا باللي قاعدين يقولوا فيه الناس على البرنامج. فيه ناس تعتبر اللي قاعد يتعدى هذايا اللي هو جزء من الواقع ولهذايا موجود في مجتمعنا ومدامه موجود يزمو يظهر للناس ونعرفوه. وفيه شق آخر معناتها بنسبة مئوية ضئيلة شوية ضد هل قاعد يتعمل هنية ربما بمنظار اجتماعي أو بمنظار ديني أو بمنظار ثقافي عنده هذية ما هو جزء من المجتمع. على كل نحب نقوله أنه هذية مجتمعنا ما نعموش الحكايات هذوما اللي قاعدين يجيوا في برنامج عندي ما نقولك لكنهم هذوما جزء من الحكايات اللي موجودة في المجتمع. فقط النموذج هذية اللي شفناه هو نموذج من المجتمع وهو يعبر بأي شكل من الأشكال عن قلة موجودة في مجتمعنا. مشاهدة طيبة للجميع.